بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الصورة التي أمامنا، أحد المواطنين في قطاع غزة وجد برميلا من البلاستيك، يحاول أن يوجد من بقايا هذا البرميل الذي اخترقته شظايا القصف الصهيوني، يحاول أن يجد فيه قصاً لزراعة الطماطم التي وصل سعرها إلى ما يصل من $50 للكيلو الواحد. هذا المواطن إذا استطاع أن يحصل على البذور فإنه سوف يحصل على المنتوج بعد 3 أشهر، عليه أن ينتظر 3 أشهر حتى إذا نجحت العملية وبقي مستقراً في بيته وفي مكانه ولم يتعرض للتهجير القصري أثناء هذه الفترة، سيستطيع الحصول على كيلو أو نصف كيلو أو 2 كيلو من الطماطم التي لا يجدها في السوق، وإن وجدها فسعرها يتجاوز $50 سعر الكيلو الواحد. لكن إذا ما تيسر الأمر ووقف العدوان على غزة وانتهت الحرب، فسيصبح كيلو الطماطم بسعر أقل من $1 في قطاع غزة نتيجة ما يتم استيراده من مصر. ولكن في هذه الظروف لا أحد يتحدث عن استيراد، لأن المعبر مغلق بسبب احتلال الجيش الصهيوني لمعبر رفح، وبالتالي فصل أيضا شمال غزة عن جنوبها واستمرار هذه الحرب. نحن الآن نتحدث بعد قرار لمجلس الأمن. القرار يتحدث عن وقف الحرب على غزة. قرار جاء على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي حول مشروع إسرائيلي لإنهاء الحرب، وإسرائيل تشترط موافقة حماس على حتى توافق على المشروع الذي أصدرته هي. الرئيس الأمريكي يقول بأن حماس قدمت تعديلات على المشروع وبالتالي يجب الضغط عليها، ولكن لا أحد يفكر مجرد تفكير بالضغط على دولة الاحتلال الصهيوني. لماذا؟ الضغط على دولة الاحتلال الصهيوني يعتبر معضلة كبيرة أمام الرئيس الأمريكي. هذا الحديث يعني ليس بسبب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من السهل الضغط على الدول العربية التي تدير مفاوضات وقف إطلاق النار ووقف الحرب بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال. هذا أسهل، لكن الضغط على دولة الاحتلال أمام الإدارة الأمريكية يعتبر أصعب. لماذا؟ لأن دولة الاحتلال الصهيوني للأسف هي دولة مؤسسات. أحد المحللين السياسيين يقول صباح اليوم أنه بالنسبة لمسألة وقف الحرب، هذا الموضوع لم ينضج بعد في داخل الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأنه التركيبة البرلمانية في دولة الاحتلال الصهيوني تركيبة حاضنة لبنيامين نتنياهو الذي أخذ على عاتقه استمرار الحرب. ويقول أيضا أنه عدم وجود معارضين لاستمرار الحرب في المظاهرات التي يخرج فيها أهل الأسرى الصهاينة في غزة، هذه المظاهرات التي تخرج في تل أبيب وفي القدس، عدم وجود أعضاء من الليكود هذا مؤشر واضح على أنه الرأي العام والموقف الصهيوني لم ينضج بعد في مسألة وقف إطلاق النار. بالتالي الفرق في الضغط بين الجانب الفلسطيني ومن خلفه الجانب العربي والضغط على الجانب الصهيوني هو خلفيته وجود المؤسسات الشورية. الله عز وجل يقول وأمرهم شورى بينهم، الحديث عن المسلمين، لكن واقع الحال يقول أن أمرهم شورى بينهم وعند الصهاينة وعند الغرب، عند الدول 7 الكبار، عند دول الاتحاد الأوروبي.
أما العالم العربي فأمرهم ليس شورى بينهم، هناك نظام سلطوي وهناك نظام زعامات أخذت على عاتقها مسؤولية إدارة شؤون البلاد والعباد، وبالتالي هذه الزعامات من السهل جدا أن تخضع للضغوط، وبالتالي الضغط على أي دولة عربية وعلى مجموع الدول العربية أسهل بكثير من الضغط على دولة الاحتلال الصهيوني، لأنه دولة الاحتلال الصهيوني هي دولة مؤسسات، فيها برلمان، في هناك احترام للنظام، احترام للقوانين، رغم كل التعديلات التي أجراها اليمين الصهيوني، إلا أنه بقيت دولة الاحتلال محتفظة بكل مقوماتها السياسية من احترام للنظام الانتخابي، احترام للقواعد التي تنظم وتدير العملية السياسية. لكن هذا الأمر غير موجود في الدول العربية جمعاء. طبعا بعض الدول وافقت ثم تراجعت عن موضوع الانتخابات، وبعض الدول لأسباب طائفية حتى لا تدخل في حرب أهلية مثل لبنان استقر فيها نظام الانتخابي، لكن الحال العام للعالم العربي إنه هذه الدول يعني شعوبها غير ناضجين، يعني هذه الشعوب التي هي يعني الآن بفضل الله يعني يوجد فيها الكثير من الجامعات والكثير من طلبة وعلماء ومتخصصون في كل مجالات الحياة، هؤلاء في نظر الحكام وفي نظر الغرب غير ناضجين للعملية الديمقراطية، وبالتالي وكأنهم لا يريدون أن تستقر الأمور السياسية في عالمنا العربي، لأنه هذا الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة يمنح هذه المجتمعات قوة داخلية ويجعل هناك نظام لبناء دولة قائم على الشورى أو على الديمقراطية، بغض النظر عن الخلافات بين المفهومين، إلا أنه كلاهما في النهاية يؤدي إلى وجود مؤسسات دولة، وهذه تجعل الدولة مستقرة، تتغير الحكومات وتبقى مؤسسات الدولة. لكن الانتخابات في الدول العربية إذا نجحت وقدر للمخالفين لزمرة الهيمنة العسكرية والأمنية على الدولة، إذا جاءت الانتخابات بعناصر مخالفة لهم، هذا الأمر يؤدي إلى خراب كل مؤسسات الدولة وفسادها. لكن أيضا عودة لموضوع الانتخابات وموضوعنا بشكل عام، نجد أن الدول التي تخرج فيها مظاهرات مؤيدة لغزة ومناهضة لاستمرار الحرب والعدوان على غزة، هذه دول في الأغلب أوروبية ودول في ولايات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، رأينا الطلاب، لماذا يعني في هذه الدول ولا يوجد مثلا في مصر، لا يوجد في السعودية، لا يوجد في الإمارات، لا يوجد في أي دول أخرى في العالم العربي، لا يوجد مظاهرات، لماذا؟ رغم أنه يعني لسان حال أنظمة الحكم في هذه الدول هي مع وقف الحرب على غزة ومع دعم أهل غزة، وهم يعني أقرب الناس لأهل غزة، لكن الفرق واضح أن الدول التي تسمح بهذه المظاهرات هي دول باختصار تحترم الرأي العام، بالتالي ممكن أن تغير مواقفها لصالح الرأي العام، كما وجدنا في فرنسا وفي ألمانيا وفي بريطانيا، وأيضا النشاط الدبلوماسي الكثيف للإدارة الأمريكية، كل هذا استجابة للرأي العام المناهض لاستمرار الحرب في غزة. إذن المشكلة ليست فقط عند الغرب وعند الكيان الصهيوني، المشكلة لدينا نحن العرب والمسلمين، هذا الثمن الباهظ الذي يدفعه أهل غزة ناتج عن انخفاض قيمة الإنسان لدى العالم العربي، بالتالي التضحية بالإنسان هي أسهل من التضحية بالنظام السياسي.
وأقصد هنا في موضوع التضحية بالنظام السياسي، يعني هي إصلاح النظام السياسي، بمعنى يعني إنهاء الامتيازات التي تعمل لصالح فئة أو جهة معينة في داخل النظام السياسي في دولة ما. الأمريكان في أثناء محاوراتهم ونقاشاتهم مع الصهاينة يطرحون عليهم التطبيع مع المملكة العربية السعودية. ماذا يقصد بالتطبيع؟ التطبيع يعني لدينا نحن العرب عندما يعني نقول أجلكم الله إنه فلان يعني جيد في تطبيع الحمير، جيد في تطبيع الدواب، بمعنى إنه هذه الدابة الشموس التي لا تقبل للفارس أن يعلو ظهرها أو لا تقبل بأن تجر عليها عربة تحمل الأثقال، يتم إذلالها وإهانتها حتى تقبل بهذا الأمر. وأيضا بعض الدواب يراد منها أن تخصص فقط لعمليات الحرث والنقل وكذا، وبالتالي يتم خصيها، أو يتم استخدام الإناث لإنتاج البغال كما يفعل في أنثى الحصان الفرس، عندما يتم التزاوج مع حمار فينتج هناك بغل. التطبيع في نظر الغرب تجاه الدول العربية، وأنا هنا لا أقصد الإهانة لأي إنسان عربي سواء كان ملك أو جمهور أو مواطن عادي، ولكن أنا أوضح مفهوم، لأنه مهما كان هناك يعني خلاف في موقف سياسي مع أي إنسان عربي أو إنسان مسلم يبقى نعل أشرف من كل الغرب. لكن احنا هنا نوضح مفهوم، المقصود من التطبيع أن تسلك هذه الدول المستهدفة بالتطبيع سلوكا يتماشى مع المصالح الغربية، مع المصالح الصهيونية، مع المصالح الأمريكية، وبالتالي هي تبقى في دائرة الرعاية، دائرة الحماية، دائرة، لكن إنه هذه الدول تخرج ويكون لها وجهة نظر ورأي مخالف للغرب، أو يكون لديها استثمارات، بالتالي يتم الاحتفاظ بأموال كثيرة للعرب والمسلمين في البنوك الغربية، ويتم تقديم إغراءات لهم للاستثمار في هذه المناطق حتى يتم احتجاز هذه الأموال، وتبقى بعيدة عن أن يتم استثمارها في أي مجال لا ينسجم مع السياسة الأمريكية، مثل الصناعات العسكرية، مثل إنتاج الطاقة المعتمدة على برامج النووية السلمية. كل هذه الأمور يعني وكأنه العالم العربي حكاما ومحكومين وعلماء وساسة غير مؤهلين لأن يستثمروا أموالهم في القطاعات الاقتصادية التي تفتح فرص عمل، لكن حتى الاستثمار في ظل غياب النهج الديمقراطي والنهج الشوري وبناء مؤسسات الدولة والتداول السلمي للسلطة وعدم استئثار يعني فئة معينة أو جهة معينة بالحكم وبالفرص، هذا يعني يكون صعب. وبالتالي أول مدخل لإنهاء الهيمنة الغربية والوصاية الغربية على دولنا العربية وعلى قرارنا السياسي هو تعزيز الشورى، هو بناء مؤسسات الدولة الشورية، الدولة الديمقراطية بالمصطلح الحديث، التي تفتح الفرص للتداول السلمي للسلطة حتى يستطيع الشعب أن يختار ممثليه، وعندما يختار الشعب يستطيع أن يحاسب، لكن عندما يختار الحاكم فهو يساوم ولا يحاسب، وبالتالي يوظف المفسدين لصالحه ولا يتم استبعادهم. هناك مشكلة كبيرة في استمرار الوضع الراهن على مستقبل الأمة العربية. أما بالنسبة للحرب على غزة فستنتهي بإذن الله عز وجل، أما اليوم التالي للحرب فلن يكون إلا فلسطينيا بإذن الله عز وجل. معركة طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر
من العام الماضي كان تأثيرها على الواقع الصهيوني شكل بمثابة الصدمة المرتدة التي حاول الكيان الصهيوني ترسيخها في كل عدوان على الشعب الفلسطيني من أجل كي الوعي الفلسطيني والوعي العربي. كان كل مرة يكون في هناك عمل عسكري صهيوني يكون شرس وفي قتل عدد كبير من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ وهدم مؤسسات وهدم منازل وتخريب طرقات وشبكات كهرباء وشبكات هاتف من أجل ألا يفكر أي إنسان سواء فلسطيني أو عربي بالإقدام على خطوة مثل هذه الخطوة. لكن عندما جاء هذا العمل المبارك وهو طوفان الأقصى كان الرد الصهيوني أشرس، لأنه أراد أن يقوم بعملية كي للوعي الفلسطيني وأن يعيد الرهبة للفلسطينيين ومن خلفهم العرب جميعا. لذلك من باب أولى طالما أن المقاومة الفلسطينية تقدم هذه الإنجازات في الميدان التي يشاهدها القاسي والداني من عمليات بطولية في صد هذا العدوان، هذه المقاومة هشمت وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، هذا الجيش الذي لا يقهر تم قهره في الجولات السابقة، وفي هذه المعركة تم تمريغ أنفه في تراب غزة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه السواعد المتوضئة، هذه الأصوات الكريمة التي تسمعون بعضها أثناء تصوير بعض الأعمال البطولية للمقاومة الفلسطينية بكل ألوانها السياسية، كلها مقاومة تقصد في عملها مرضاة الله عز وجل. وكما نعتقد جازمين بإذن الله عز وجل أن اليوم التالي للمعركة في غزة سيكون فلسطينيا بامتياز، نرجو من الله عز وجل أن يكون اليوم التالي في كل العواصم العربية عربيا بامتياز أيضا، لأن طوفان الأقصى يجب أن يترك أثره وصداه ليس فقط في غزة وفي ربع فلسطين وإنما في كل العواصم العربية. وهنا يحضرني قول الله عز وجل في التعقيب على معركة أحد، رغم ما فيها من آلام ومن جراح ومن انفصال ثلث الجيش قبل بدء المعركة وأيضا مخالفة البعض والنزول عن الجبل، رغم كل ذلك يقول الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا نتوكل على الله ونعيد لهذه الأمة العربية هيبتها وقوتها ومشاركتها السياسية الفاعلة في أجواء من الحب والرضا بقرارات هذه الجماهير، تختار أيا ما تختار يجب علينا أن نحترم خياراتها طالما أنها عبر صندوق الانتخابات. وينتهي الآن بناء المطاف مع نهاية هذا المواطن إنجاز هذا العمل ليحضر لزراعة الطماطم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.